طبعا يعني استكمالا لتغطيتنا لزياره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى سلطنه عمان، بينضم لنا على الهاتف الدكتور حسن سلامه استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره. دكتور حسن، مساء الخير على حضرتك. ويعني بنتكلم عن حراك سياسي عربي مختلف الفتره اللي فاتت لمواجهه ما يحدث في الاقليم، ويمكن احنا امام رؤيه عربيه وقرار عربي مختلف اليوم. مساء الخير. طبعا يعني اذا نظرنا للزياره اللي بيقوم بها الرئيس السيسي لسلطنه عمان ومن بعدها يمكن مملكه البحرين، تاتي من وجهه نظري في اطار ما نسميه باعاده ترتيب البيت العربي، بمعنى محاوله التوصل الى رؤيه موحده عربيا لمواجهه التحديات اللي بيموج بها سواء الاقليم او العالم باسره. يعني حضرتك تعلمي انه المشهد العالمي كله في حاله تغير نتيجه الصراع ما بين روسيا وما بين الغرب او ما بين روسيا وما بين اوكرانيا، وترك تداعياته وخلق ملفين في غايه الاهميه على العرب ان هم يبحثوا عن حلول لهم. الملف الاول هو ملف الطاقه، والملف الثاني هو ملف الامن الغذائي. اتصور انه كل التحركات العربيه واللقاءات اللي يعني سواء عقدت في شرم الشيخ او تعقد في عواصم عربيه اخرى، اعتقد انها كلها بتصب في هذا الاتجاه، البحث عن حلول لمواجهه هذه التحديات بتحسين جوده الحياه بالنسبه للمواطن العربي اولا، ثم ضمان الامن القومي العربي. لا تنسي حضرتك انه الرئيس السيسي كان في طليعه من ذكر ان الامن القومي هو كل لا يتجزا، وان امن الخليج على وجه الخصوص هو خط احمر، وبالتالي مصر قادره وتستطيع ان تتحرك لحمايه امن دول الخليج. صحيح. اتصور ايضا انه هذه اللقاءات اللي بيعقدها الرئيس السيسي هي دليل نجاح الدبلوماسيه المصريه، بحيث مصر اصبحت دائما وكما كانت رمانه الميزان في المنطقه العربيه، هي الشقيقه الكبرى التي تحتوي الجميع ويحج اليها الجميع الحقيقه للتباحث حول وده بيتضح يا دكتور حسن في الفتره اللي فاتت وخطوات الدبلوماسيه المصريه الواسعه سواء على مستوى الاقليم او حتى على المستوى العالمي، واللي بقى خلى القرار المصري النهارده مختلف. بالظبط كده، ويمكن حضرتك شاهدتي يعني العديد من الزيارات اللي قام بيها يعني قادة عرب للقاهرة، ولي العهد السعودي أمير قطر، قمة ثلاثية في شرم الشيخ، زيارات الرئيس السيسي لعمان هي ومن بعدها مملكة البحرين، كل ده الحقيقة أعتقد أنه بيصب في اتجاه نجاح الدبلوماسية المصرية واستعادة المكانة الرائدة للدولة المصرية في محيطها الإقليمي العربي وفي المحيط الدولي أيضا. لا تنسي حضرتك كمان أنه هذه الزيارة اللي بيقوم بها الرئيس السيسي في خضم الحراك العربي كله، يعني تأتي سابقة على الزيارة المرتقبة للرئيس جو بايدن والقمة المرتقبة. صحيح. فيما يعرف بالقمة العربية الأمريكية. نقدر نقول يا دكتور حسن أن هذا الحراك العربي هو تحرك مسبق للقمة الخليجية في السعودية وتحضير مسبق لهذه القمة؟ هو لابد ان يفهم في هذا الاطار يا استاذ هدير، لانه ليس لدينا بديل اخر، لانه اذا كنا بنواجه صراع الان ونواجه تحدي حقيقي ذكرت لحضرتك في ملفي الطاقه والامن الغذائي، لكن قدامنا فرص حقيقيه يمكن الاستفاده منها. زياره جو بايدن الى المنطقه تاتي في اطار محاوله امريكيه لاستعاده النفوذ الامريكي في المنطقه بعد ان تراجع لاسباب كثيره، ومحاوله تحسين العلاقات مع الدول العربية في ضوء التحديات الموجودة، وبالتالي على العرب أن يتحدوا وأن يحددوا أجندة واحدة وأن يحددوا موقفا واحدا حتى يصبحوا فاعلين في رسم المشهد الإقليمي ورسم المشهد العالمي. أتصور أن كل التحركات وهذا الزخم العربي كله بيصب في هذا الاتجاه، ومصر تقود ومعها شقيقتها من الدول العربية هذا الحراك. هل إحنا أمام عودة لتأثير أكبر لإقليم الشرق الأوسط، وخصوصا وإحنا بنتكلم عن دول مؤثرة في مسألة الغاز الطبيعي والنفط؟ شوفي، بالتأكيد المصالح الاقتصادية هتطغى، يعني وفكرة التنمية كمان للإقليم ككل هي مقبولة من كل الدول، ولكن كمان لابد أن احنا ننهي يعني سنوات من الصراع وقضايا ما زالت تبحث عن حل حتى الآن يا أستاذ هدير. يعني القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية. صحيح. ولا أتصور أن هناك تنمية حقيقية يمكن أن تستقر أو فيما يعرف بالتنمية المستدامة دون حل هذه القضية واستعادة الحقوق الفلسطينية السليبة على أساس مبدأ حل الدولتين والمبادرة العربية. يعني أتصور أنه الاستجابة الدولية والاستجابة الإسرائيلية لهذه الدعوات وهذه المطالبات يمكن أن تفتح بابا للتنمية للجميع إذا أردنا أن نتحول بلغة الاقتصاد إلى تنمية مستدامة للكل. صحيح. دكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، نشكر حضرتك يا دكتور، شكرا جزيلا على وجودك معنا دلوقتي.